الحمد لله، له الحمد في الأولى وفي الآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبداً أبداً. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكون كونه، والملك ملكه، والخلق خلقه، وكل الخلائق عبيده، ونحن عبيد إحسانه. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، كل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من الذي أهواك، بل سائل الأعمى يمشي بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وإذا رأيت الثعبان ينفس سمه فسله من ذا بالسم حاشاك، وسله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تكاثرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفوته من خيرة خلقه وخليله، اللهم صلِّ على ذاته وصفاته صلاةً نشرب من حان معانيها شراب محبته، ونتتوج فيها بتاج معرفته، ونتحلى فيها باتباع سنته، حتى تدخلنا يا الله بها جنتك، فنسعد فيها بمشاهدة حضرته وحضرتك. اللهم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين بدوام ملك الله عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه، وكل من تخلق بخلقه وتأدب بأدبه واستن بسنته إلى يوم يفوز فيه أهل الخير ويخسر فيه المقصرون المفرطون. أيها الموحدون، أما بعد، سؤال يطرح نفسه: ما هي آخر مرة سجدت فيها شكراً لله عز وجل؟ سمعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد أكرمه الله يقرأ في صدر سورة آل عمران: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الله خلقك فسواك فعدلك، له فضل كبير عليك، فمتى سجدت شكرا لله على نعمه عليك؟ أقول لك: متى سجدت شكرا لله على الضراء قبل السراء؟ اعلم أن عطاء الله عطاء
ومنعه قمة العطاء. عندما يبتليك الله عز وجل فهذا الابتلاء عطاء. يا عبد الله، قل لي بالله عليك متى قمت من نومك واستردت عليك روحك فسجدت شكرا لله عز وجل؟ متى؟ الله عز وجل يعطيك ويمنحك في حياتك ويؤخر لك بعد مماتك جنات النعيم، فهل أنت ساجد للرحمن الرحيم؟ سجدت شكرا لرب العالمين؟ ها؟ قل لي بالله عليك متى سجدت شكرا لله؟ والله عز وجل يعدك بشكرك له أنه سيزيدك بالنعماء، لئن شكرتم لأزيدنكم. تشكر الله عز وجل المنعم يزيد عليك نعمة. نعم، والذي لا يشكر الله عز وجل، اسمع، ولئن كفرتم. كأن الذي لا يشكر الله يكفر بنعم الله. يكفر ليس كفر جحود، كفر بالله عز وجل وحده أبدا لا، ولكن كفر جحود بالنعمة والذي أنعم عليك بها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تخيل، نعمة واحدة ربنا بيقول وإن تعدوا نعمة، نعمة الله، نعمة واحدة. إياك أن تظن أنه يقول وإن تعدوا نعم الله، لا، دي نعمة واحدة بس، نعمة واحدة أنعم الله عليك بها لا تستطيع عدها. انظر إلى نعمة البصر، نعمة البصر فيها شيء عظيم. تخيل كده معايا إن ربنا حط عينيك فوق في آخر جسمك من فوق، تخيل لو حطها تحت أو هنا أو هنا كنت هتشوف؟ ما هي دي من ضمن النعم اللي تتعد برضه، ها؟ تتحط فوق في أعلى جبينك، ها؟ نعمة البصر التي تنظر بها إلى خلق الله. إزاي؟ لو واحد بيتغمز عليك وانت كفيف او ما بتشوفش هتشوفها؟ اذا لما تشوف اللي بيتغمز عليك المفروض تسجد شكر لله، مش كده برضو؟ لما يقابلك واحد حبيبك ويستبشر بك وينظر اليك مسرور وتشوفه كده بعينك يبقى ده حبيبي، المفروض ان انت تسجد شكر لله. الذي يفقد البصر ممكن يقابله الواحد ها 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 وبيضحك ويهيص، مش كده؟ وهو في قلبه حاجات تانية وبيبص ويتغمز عليه وهو مش شايفه، مش كده برضه؟ إذن تشكر الله عز وجل على تلك النعمة. ومش كده بس، ده احنا لو قعدنا نعد مش هنعد، ده كلام الصادق الله عز وجل. وإن تعده نعمة، ولكن اسمع، ربك الكريم الغفور الرحيم أدرك تلك الآية في كتابه وقررها مرتين، مرة في سورة النحل بكرم الله وعفوه ومغفرته، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أيوة، طب اسمع، وتكررت، أيوة، في سورة إبراهيم، اسمع، قال إيه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أيوة، الإنسان ظلوم كفار، يكفر النعمة أي يغطي على النعمة
ولا يشكر المنعم عليها. إن الإنسان لظلوم كفار. أنت صنعة الله، أنت صنعة الله عز وجل، وهو يعلم ما يدور في نفسك، والله أقرب إليك من الدم الذي يجري في عروقك. الله أقرب إليك من الدم الذي يجري في عروقك ويعلم ما توسوس به نفسك. أيوة، اصحى بقى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عارف حبل الوريد ده فين؟ الوريد، لا، الوريد اللي بيوصل الدم من القلب إلى الرئتين. طب قول لي بالله عليك، ايه الفرق بين القلب والرئتين؟ ده الاتنين لازقين في بعض. ده الجزار علشان يخرج لنا القلب من الرئتين بينفخ عشان يفصل دي من ده، وهو متلاحم. الله اقرب اليك من هذا وذاك. الله اقرب اليك من دمك الذي يجري في عروقك. فمتى سجدت شكرا لله عز وجل؟ مش هنطير، علشان احنا بصراحة بنشتاق للقرآن. يمكن ربنا يريح قلوبنا ويهدينا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. في هذه الأيام والرحمة أراها قد تنزع من قلوبنا. معلش، ما هو سيدنا النبي قال لنا كده برضه، خدت بالك؟ سيدنا جبريل لما سئل من رسول الله عند وفاته: يا أخي يا جبريل، هل تنزل على الأرض من بعدي؟ قال: لا أدري حتى أسأل رب العزة. فصعد الملك، صعد الملك إلى الملك وقال له: يا رب، حبيبك يسألك هل أنزل أنا جبريل إلى الأرض من بعده؟ فقال: تنزل يا جبريل في 10 مواطن، منها نزع البركة من الأرض. وهي اتنزعت والحمد لله. خلي بالك، البركة موجودة بس اتنزع الشكر عليها، ما بنشكرش ربنا. خدت بالك؟ ما توحد الله. لو نظرت لنفسك، انظر لنفسك حاليا كده، انت دلوقتي ولا السنة اللي فات؟ خدت بالك؟ طب ارجع بالتاريخ لورا شوية كده، انت دلوقتي ولا لما كنت عايش مع ابوك قبل ما يموت؟ اقول لك على حاجة، البيت اللي انت عايش فيه دلوقتي ابوك نفسه ما كانش يتمنى يعيش فيه. العيشة اللي انت عايشها دلوقتي جدك كان عايش، البيت كان مبني بالطين يا عم الشيخ. عارف ابو جدك كان الطوب نفسه طين، مش كده برضه؟ عارف ابوه هو بقى كان عايش بالطين نفسه، ما يعرفش بناء، مش كده؟ عارف الصحابة الكرام لو شافوا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، واحنا شفت الترفيه اللي احنا كانوا يقولوا: هذه جنة الله التي وعدنا إياه. سيدنا النبي وهو أكرم الخلق على الله لما ينام على حصير من جريد النخل ويقطع الحصير في وجهه، وعمر يمسح في وجهه ويقول: يا رسول الله. اوعى تفكر، اوعى تفكر ان ما كانش فيه خير، ولا ما كانش فيه حرير، ولا ما كانش فيه حاجة ناعمة، أبدا، كان في كل حاجة وأكتر من كده بكتير. ها؟ وسيدنا النبي أقسم بأنه خايف علينا من الحرير والنعيم ده. وحيت الله الدليل، سيدنا عمر يقول: يا رسول الله، أنت تنام على جريد من النخل يقطع في وجهك، وكسرى وقيصر يتمرغون في الحرير؟ قال: ما بك يا ابن الخطاب، ما بك يا ابن الخطاب،
أما يرضيك أن هؤلاء قوم لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني كان في حرير، كان في حرير، وكان في ذهب، وكان فيه كل حاجة، ها؟ بس احنا شوف سيدنا النبي قال ايه؟ قال والله ما الفقر اخشى عليكم، والله والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكني اخاف ان تبسط لكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها من كانوا قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. خدت بالك؟ عايشين بنتنافس على الدنيا، الخير تحت رجليك كتير، بس انت عارف انت لو شكرت المنعم هتحس بالنعمة فعلا. اللي هيحس بالنعمة ويشكر المنعم ويسجد شكر لله هو ده اللي ربنا هينعم عليه. أسأل الله العلي الأعلى بصفاته العلى وكلماته التامة أن يرحم الحج مصطفى رحمة لا بعدها رحمة، أن يرحمه رحمة تغنيه عن رحمة من سواه. اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، يا أرحم الراحمين ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، واستره بسترك الجميل الذي سترت به نفسك عن أعين الناس فلا عين تراك. اللهم استر عوراته وآمن روعاته، يا رب دخل بك ونزل بك وأنت خير منزول فأكرم نزله، يا رب لو كان ضيفنا لأكرمناه وأنت أكرم الأكرمين فأكرم ضيافته. اللهم أكرم ضيافته، اللهم أحسن ضيافته، واجعل قبره عليه روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره عليه روضة من رياض الجنة، اللهم عامله بفضلك لا بعدلك، اللهم عامله بفضلك لا بعدلك، واجعل هذا اليوم أسعد أيامه، واجعل هذه الليلة أسعد لياليه، اللهم آمنه في قبره، اللهم آمنه في قبره، وأنمه في قبره يوم العروس إلى يوم القيامة. ربنا لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله، وصل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، وإلى القرآن الكريم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيجتنبون أغزله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل ما قلناه وما استمعنا إليه خالصا لوجهك الكريم. استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ حربي خير الدين من علماء وزارة الأوقاف.